معنا في الاستوديو الدكتورة جنى بورسلان الأخصائية النفسية. أهلا وسهلا دكتورة. أهلا بكم، نورتينا. شكرا. مشاهد مليونية مثل ما شفنا في التقرير. نعم. بل حتى تصل أرقام كإحصاءات كبيرة جدا. هل نحن أمام تسلية، تنويع، ترفيه أم مرض نفسي؟ مقالب، إذا بدنا نتجه نحو التعريف، المقلب هو شو؟ هو خطة أنا مخططت له كسلوك، بعرف قبل عن علم وخبر مسبق أنه أنا رح يتم هالمفاجأة بالآخر. ولكن اليوم المفاجأة هي هل هي للتسلية وتغيير الأجواء والبعيد الابتعاد عن الملل، أم لا لإلحاق الأذية؟ فهون في كتير فرق، يعني نحن علينا ننتبه أنه لحد وين، لأي حد أنا بسمح لنفسي أتخطى حدود غيري. طب لو تكلمنا عن جذور هذا السلوك دكتورة جنى، يعني مثلا نبغى نعرف سواء هو كان بيعمله لغرض التسلية أو لغرض الأذية، من فين جاته هذه الهواية؟ من فين جاته هذه الفكرة؟ وليش يتحمس لها أصلا؟ لأنه عنصر المفاجأة في فكاهة دايما. نحن حتى إذا بتحضري حيالله شو أي تشاهدي أي مقطع، ممكن لما تتفاجأ دماغ لحاله بيصير بيضحك، أوكي، بيفسر الموضوع وكأنه في خطر على أثره. لما يستنتج الإنسان يقول لا ما في خطر، هذا مش حقيقي، أوكي، بنضحك وبتم هيك نوع من التسلية. هيدا إذا بنحكي من الناحية البيولوجية العصبية. ولكن الإكثار منه وعدم مثل ما سمعنا بال تقرير أنه لما ما نحسب حساب للعواقب وين رايحين، في أشخاص ممكن يكون عندهم هشاشة بأعمار مختلفة أو أمراض ممكن نسبب اضطرابات ما بعد الصدمة، يعني صحيح. بتصير فعلا إلى وزن نفسي، وهي نوع من الأبيوس يلي هو التعنيف السيكولوجي النفسي أو العاطفي. فبتاخد حيز بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي، إن كان على اليوتيوب أو التيك توك، أحيانا بتكون مسيئة جدا جدا لأنه تندر تحت إطار التعنيف العاطفي النفسي. نعم. ومنا بريئة أبدا. صحيح. استثناء يعني أمر أنا أشوف أنه هو مزعج جدا، المقالب اللي تعمل مع الوالدين مثلا أو كبار السن أو إن يكن أو الأطفال. بالضبط، أنا بتكلم عن الأطفال اليوم أو صغار السن أو المراهقين. هل نحن أمام حالة من حالات التنمر الصريحة؟ لما تسبب أذى عن عمد ولما ما تكون أخذ الكونسنت أو خيار هيدا الشخص، أنت لأي درجة بتتحمل؟ لما ما تكون عم تعمل هالحيطة والحذر كيف بيقولوا، طبعا تندرج تحت التنمر. لأنه شو تعريف التنمر؟ التنمر هو السلوك الذي يهدف للإساءة أو الجسدية أو الكلامية أو الفكرية أو النفسية العاطفية للأشخاص التانيين، بحيث أنه المتنمر بيشعر بحالة أمان لما غيره يتأذى. فشوف قديش فيها سادية وقديش فيها دموية. نحن بنعرف لما نسبة المشاهدة تعلى كتير، هذا لأنه في أشخاص بيشعروا بفرح وسعادة وأمان أنه غيرهم عم يتألم ويتأذى، وبتندرج تحت الاضطرابات اللي فيها سادية. يعني شخص بينبسط أو بيفرح لوجع غيره. أما بتلاقي على الحيز الآخر من هالقياس طبعا، بتلاقي أنه في أشخاص حساسين بيبكوا وبيزعل وبينقهروا، يعني في قهر لوجع غيرهم، ما بيقبلوا انه لك وين مبدا العدل. نحن دائما بدنا نعولها لمبدا العدل، هاو فير، لاي حدود انا بحق لي نفذ هالمقلب. طيب اذا تحدثنا عن برضه نرجع لجذور المشكله، هل بيئه الشخص هذا المتنمر اللي يسوي هذا المقالب، هل تربيه ابوه امه له لها دور في هذا التصرف؟ حبيت سؤالك، لانه نحن شوفي نص المشاكل أغلبها 90% من الاضطرابات والمشاكل النفسية العاطفية جذورها وين؟ بالطفولة. صح. فبدنا نرجع نطلع على حاجتين أساسيتين. أول حاجة، نحن ماميليانز، يعني تابعين للحيوانات اللبونة، أوكي، بنرعى أطفالنا لما يخلقوا ما بتتركيهم. فإذا الحيوانات بيرعوا أطفالهم وبيحطون وبيلمسون، بدي شدد على حاجة اللمس والعطف. فإذا كيف نحن، كيف كإنسان يلي هو كومبلكس أو هيك عنده طاقة يعني طبعا أكتر، فعنا هالحاجة نكون محسسين الطفل أنه هو آمن، عنده سيفتي، أوكي. وعنا حاجة تانية كمان بنفس الأهمية يلي هي التعبير. أنت متى ما قضيتي أو قللتي على إحدى هالحاجتين
تتأكدي تماماً بده يكون في اضطرابات، يا بتبين ADHD اللي هي كثرة الحركة والمفرطة، نعم، وقلة الانتباه، تشتت الانتباه، أو بتبين بسترس، القلق، التوتر، بصير عندنا كتير مشاكل على كبر. نحن منقول أو depression. شو depression؟ يعني depress. depress هو أنا عم بضغط push down لعواطفي. فإذا ما عبرنا وإذا ما شعرنا بالأمان، لابد من أنه يكون عندنا اضطرابات بعدين أو أمراض نفسية.